الأستاذة منى ذو الفقار، كريمة البطل صلاح ذو الفقار. العميد طيار أيمن محمد عديل قايد، نجل البطل محمد عديل قايد، قائد بلوكات النظام بالسويس أثناء المواجهات. السيد عبد الرحمن فاروق أبو زيد، حفيد البطل الشهيد أبو زيد أحمد رزق. إن مشاركة أسر الأبطال لنا هذا اليوم المجيد يؤكد أننا على الطريق الصحيح.